الحصيلة جد مشرفة، والآفاق حتى هي جد مشجعة للجميع. زعما كاين انتظار، كان انتظار كبير ديال الملكة التشاركية، واليوم حنا تنجيو عندنا الناس اللي كانوا تيتسناونا، وكاين الإقبال الحمد لله. خاص غير الناس كلها تفهم بان احنا ماشي هي تنفرقوا التمويلات، راه حنا بنك شامله اللي خاص الواحد هادو الزبناء ديالنا يتفضلوا تيحلوا الحسابات عندنا، تيحطوا الودائع ديالهم وتيطلبوا التمويلات، بان احنا العروض ديالنا شامله لا على الالكتروني هذا لي زابليكاسيون لا في التمويلات لا في التوفير لا في الادخارات. هذا العروض ديالنا شامله، ورحنا ان شاء الله باقيين غاديين وتنطوروهم. ولكن واخا تيقولوا راه مازال ما كاينش المواد كاملين، ولكن الاحتياجات كلهم رحنا تنلبيوهم. ما عندناش، ماشي تنحسوا حنا كبنك ما كنحسوش براسنا باننا مقيدون، ولا ما يمكنناش نديروا شي حاجه اللي طلبتها لنا منا شي شركه، ولا يمكن بحال دابا غادي نعطي مثال، شركه بغات تستثمر في المواد ديال المواد هذه ديال لو ستوك، ولا ما عندناش، رحنا غادي نقولوا لها ما كاينش لي ميم برودوي كو في الكونفنسيونيل، ولكن راه بالمرابحه راه تيمكن لها. الا بحال دابا غادي تشري المواد ديال هادو ليكيبمون التجهيزات، الا غتشري التجهيزات واخا ما هي ما كاينش الاجاره، ما يمكنناش نديروها بالاجاره، ولكن اللي هي المهم عندها ان هاد التجهيزات تكون واجده عندها بطريقه شرعيه وكونفورم للمجلس العلمي الاعلى. دونك ما كاينش مشكل. حنا تنتسناو المواد باش تنتسناو يزيدوا يوافقوا المجلس الاعلى، يزيد يوافق على المواد على هادو لي برودوي الاخرين، غير باش نكبروا لا باليت ديال لوفر ديالنا. اما الاحتياجات ديال الشركات ولا ديال الاشخاص الذاتيين ولا ديال لي بروفيسيون ليبرال، راه حنا تيمكننا نلبيوها، ما عندنا حتى شي مشكل. حنا ما كنحسوش بنقص، مزيان زياده وخير فاش غادي يكونوا عندنا، ولكن النقص حنا ما حاسينش به. بخصوص الشبكه ديال بنك اليسر على المدى المتوسط، شحال غادي توسع من هنا؟ ان شاء الله حنا دابا في 25 وكاله، وغادي من هنا يمكن نوصلوا ل 28، غنوصلوا ل 28 في هذا العام، وكان ان شاء الله على المدى هذه يمكن نوصلوا ل 35 لا اكثر. احنا جد سعيدين بهذه الحصيله، حصيله جد مهمه، لان وصلنا في التمويل تقريبا واحد 23 مليار درهم، والابناء التشاركيه يعني في استمراريه ديال العمليات ديالهم. حنا كنفكروا في المنظومه، يعني ابناك تكافل وسوق الرساميل، باش يكون عندنا داك يعني الاهداف اللي سطرناها في 2013 بعد 5 سنوات و10 سنين لخلق هذه الجمعيه المغربيه المهنيه الماليه التشاركيه. وصلنا الارقام حسنه. هذه السنه في 2022 23 بداوا يعني الشركات ديال التكافل في العمل ديالهم، وان شاء الله هذه السنه هناك امل باش يكون عندنا صناديق استثماريه مطابقه للشريعه، دونك دي فون بارتيسيباتيف، ومؤشر ديال البورصه، وصناديق ديال العقار. دونك الامور هذا في الاتجاه الصحيح. احنا في يعني في الجمعيه المغربيه المهنيه الماليه التشاركيه خلقنا هذا العام التنميه المستدامه ديفلوبمون دورابل، وخلقنا في المنظومه بحيث انه الان الماليه التشاركيه كتدخل بقوه في هذا في التنميه المستدامه، ولاحظنا ان في التدخلات ديال الخبراء ان 2025 2026 يعني الشركات المغربيه
اللي كيصدروا السلع ديالهم الاتحاد الاوروبي او بعض الدول يعني في الخارج، لازم عليهم انهم ياخذوا بعين الاعتبار لو ديفلوبمون ديورابل، يعني انه هذه التنميه المستدامه غادي الا ما احترمناهاش غيكون عندنا واحد الضرائب الكربون زائده، وبالتالي المنتوجات ديالنا ما غتكونش يعني كومبيتيتيف، ما تقدرش تواجه الشراسه ديال المنافسه الخارجيه. وبالتالي هذا هو واحد النقطه مهمه. وعندنا نقطه ثانيه اللي هضرنا عليها في هذا المنتدى او الورش، فينانشال كومبيتيشن، غنديروا واحد المنافسه افريقيه، المغرب راه جزء من افريقيا، تقريبا في 21 دوله افريقيه، باش الشباب ديالنا يخلقوا يبدعوا، وغادي نحاولوا نخلقوا ما امكن باش نكونوا يعني حوايج جديده، انه الناس ديال الدكتوره والناس ديال الماستر خصهم ضروري يكون معاهم واحد الناس ديال الاعلاميات الاي تي، ويقترحوا عندنا حلول للتمويل، حلول للتمويل المستدام وحلول جديده اللي يمكن هما غادي يخلقوا غادي يبدعوا فيها. وبالتالي غادي يكونوا النتائج ان شاء الله في ديسمبر باش نعلنوا على الفائزين بجوائز قيمه، وغتكون اول خطره تنظموا هذه المنافسه في الماليه على الصعيد الافريقي. والحمد لله المغرب خدا الرياده في هذا الاتجاه، لان الحمد لله الدول الافريقيه كيشوفونا كمثال وبغاو يقتدوا بنا وبغاو يستافدوا من التجربه ديالنا، وهذا هو الهدف ديال هذه الورشات في بورصه الدار البيضاء. هناك واحد تناسق اللي كاين ما بين الماليه المستدامه والماليه التشاركيه، ولا بغينا نطوروا الماليه التشاركيه لا بغينا نطوروها، وعندنا حتى واحد البعد الماليه التشاركيه، خصنا نخدموا على واحد دي لوفي، خصنا نخدموا على لي زاكسيون. الماليه المستدامه عندها واحد الاسس اللي كتمكن الماليه التشاركيه باش تزيد لقدام بوغ سو ديفلوبي et se développer à long terme. Donc, c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que l'Malia Tacharoukia a beaucoup de mécouinats qui sont dans les mécouinats de l'Malia Moustadama. Donc, une fois qu'elle a fait l'autre. Donc, il a besoin d'entendre dans le futur, par rapport au Maghreb, l'Malia Moustadama, c'est تاخذ ما هو لو كادر كونسيبتوال ديال الماليه المستدامه. دونك هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الماليه المستدامه عندها واحد بعد باريمتر كبير، لي فلو دو فينونسمون انترناسيونال، كوبيراسيون بيلاتيرال، ملتيلاتيرال، عندها بزاف ديال وتطورات. اذا الماليه التشاركيه تقدر تستافد من هاد لا ديناميك اللي كاينه عند الماليه المستدامه. هذا النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي هي كمهم، هو عندنا في المغرب هناك في المغرب ميم الانترناسيونال، الماليه في حالتها الكلاسيكيه ما تبقاش. علاش ما تبقاش؟ لانه قبل ما نعطي البنكه، قبل ما تعطي الفلوس لاي واحد مستثمر، غتقول لي اعطيني لي زانفورماسيون فينونسيير لي زانفورماسيون اكسترا فينونسيير، لانه البنكه غتعود كتحاسب الى مولات شي مشروع اللي كيكون هو ضد البيئه. دونك هذه لا توندونس اللي كاينه في الانترناسيونال، وكتكون لا ميم شوز اللي كاين هنا في المغرب. اذا لا كانت غتفينونسي غتقدر، إذا كانت هناك خساره للبيئه غيخلصها السيد اللي دار لانفيستيسمون، مي حتى البنكه، سكون ابل لو كو ريسبونسابيليتي ديال لا بنك. دونك اوتوماتيكمون نورو واحد لا توندونس باش فيغ لا فينونس الماليه المستدامه. ان اوتر فوري واحد حاجه واحده اخرى، شنو هي؟ سكون ابل لو جرين ديال اوروبيان. Le Green Deal européen, c'est ce qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie climatique, d'accord, et même du développement durable. Et le commerce, mais les pays, reconnaissent que c'est là qu'il y a le mode qui est dans l'espace Schengen, ou qu'il y a un maraïr de l'environnement. قبل ما تدخل، الا ما كانتش كان عندك كتطبق داك المعايير، غتخلص واحد لا تاكس. الا خلصت داك لا تاكس، داك لو برودوي ني بلو كومبيتيتيف.
وبالتالي هناك واحد الموجة عالمية ديال التطور ديال زعما المالية المستدامة. دونك خص المغرب يمشي في هذا الاتجاه، وخص المالية التشاركية تاخذ هاد لونغومون على الفينونسمون دورابل باش تقدر تطور في المستقبل.